تداخل على محمود المليجي وقلت له يا محمود ازاي تسيب فريد يسرق الكاميرا؟ ده المشهد مشهدك يا اخي. اسكت بقى اسكت، انا مش فاضيين لك، مفيش الا الحكايات دي. محمود اسكت اسكت. يا جماعه يا جماعه اختي عندكم دم، فتحي بياكل ضوافر وخلاص داخل على الصوابع، عيب ما يصحش كده. انا عارف رواح اتاخرت ليه، المفروض تتصل من الاجتماع وتقول لنا ايه اللي حصل. يا سلام يا سلام لو انا معايا الكاميرا الخفيه دلوقتي كنت دخلت وسط الاجتماع وعرفت بيعملوا ايه. يا سلام عليك يا مدام نور، ده انت تفكيرك سابق لعصرك. بتفكريني بالست تحيه لما كنا بنصور فيلم شاطئ الغرام. بس يا راجل خليك ماسكه، ادبس لك بقك يا ادبسهولك عشان تسكت. احنا لحم ودم واحنا كراسي محمر. يا اخي ايه اللي حصل روايح؟ ها وقد قرر مجلس الاداره ايوه بالاجماع على ايه؟ على أن يتم إسناد الحملة لمين؟ للمخرج. مين؟ فتحي الأسيوطي. من هنا يا جماعة يا جماعة لا داعي للهتاف، عايزين نشتغل مش عايزين نضيع وقت. يلا يا جماعة بسرعة. المجوهرات دي اللي أنا استلمتها عهدة شخصية. لا المجوهرات دي فتحي هتفضل معايا، وانا كويسه قوي في حكايه التنظيم والاداره والحاجات. لا 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 يا روحي، انا تعبتك قوي اليومين اللي فات، وانا من رايي بقى انك انت تروحي عند جدك في العزبه عشان ترتاحي شويه، وبالمره برضك هتريحينا نرتاح بقى من افلامك ومن الجنان بتاعك ده. بتديني الدش وبتحرجني قدام الشله الفاشله بتاعتك دي. طب يا فتحي اوكي ها يلا يا شيخه. يلا يا جماعة عايزين نشتغل. يلا يا نور يا نور ما تزعليش، انت عارفة ان فوفو اعصابه تعبانة اليومين دول. بص يا ماينس، انا عارفة فتحي ليه اليومين دول بيبعدني عن الشغل. بيبعدك ايه؟ ما تقوليش كده يا نور. انا هقولها لك بصراحة، الاعلان ده اعلان مجوهرات صح، وهيبقى فيه بنات كتير وحلوين، فتحي مش عايزني ابقى موجودة معاكم في التصوير فهمت؟ بس انا بقى هظهر في اللوكيشن بطريقتي. هتظهر ازاي بطريقتك من غير ما حد يشوفك؟ بطريقة البللم. البللم؟ أيوة البللم. هاتشين هاتشين. عصفور عصفور الحقيقة عصفور، ماما هتجوزني. برافو عليها، مبروك هاتشين. الله، يعني انت مبسوط اني هتجوز؟ طبعا مبسوط جدا هاتشين. فرحان اني هتجوز اي حد؟ لا مش اي حد، لازم يكون عريس كويس. هاتشين مين هو العريس؟ امين ابن خالت. هاتشين 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 امين. لا انا اسحب تهنئتي. الله، يعني لو كان اي حد تاني غير امين كنت انبسطت. ما هو انت يا بنت الحلال لازم برضك تتجوزي. تبقى ما بتحبنيش يا عصفور. ازاي بقى؟ ده انا بحبك جدا هاتشين. لو كنت بتحبني صحيح كنت سبقت ورحت خطبتني. ما هو يا بنت الحلال امك دي بتوزن الناس بالفلوس، يعني انا مش هطب معاها خالص. لا يا عصفور، انت لازم تشوف لك اي طريقه وتيجي النهارده تقابل ماما. ماما لا 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 لا، ثم انا عندي برد هاتشين اهو هاتشين. يا عصفور لازم النهارده تيجي. وبعدين بص، انا عمتي جايبه لي طاقيه من الحجاز، هجيبها لك عشان تدفيك. لا ما دام الحكايه فيها طاقيه هاجي خلاص. طيب باي باي يا عصفور. باي باي. يا خبر يا نسيت. ايه مالك هاتشين؟ شكرا. كنت فين؟ وانت مالك؟ بقولك ايه، الحال ده ما يعجبنيش، العيله دي ما تعرفيهاش، الواد عصفور ده ما تعرفيهوش. اوعى سيب ايدي سيب ايدي. بقولك يا عصفور يا عصفور الحال يا عصفور. مين اللي بيعكسك؟ انا. هو مين هو اللي بيعكسك؟ ايوه انا اللي بعكسها. تقدر تقولي كانت عندكم في نص الليل بتعمل ايه؟ اقدر اقول لك طبعا، كانت بتزورنا زياره شرعيه، كانت بتخطبني، يعني انا بخطبها هاتشي. حس كده باب المساله دخلت في الشرع. استعجز انا. مبروك يا مال، مبروك يا عصفور. الله يبارك فيك عصفور. ما تنساش ماما مستنياك الليله. طبعا مش هنسى، مع السلامه هاتشي. مبروك، بقينا نسايب يا جميل. اي 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 ضلوع يوم كده يا اخي، كسر ضلوعك. قولي العلبة دي فيها ايه؟ ما اعرفش هاتشي. تعرف العلبة دي فيها ايه؟ قلت لك ما اعرفش هاتشي. تعرف العلبة دي فيها ايه انت؟ وانا اعرف منين؟ هو انا بنجم؟ ما قلتش هاتشي هاتشي هاتشي. على طب والتانية دي ليه؟ عشان لو رسيت تاني. طب
طب اسمع يا جميل، العلبة دي فيها فيل يا نونس. فيها ايه؟ فيل. فيل ازاي؟ بوم. فيها فيل. فيها ايه؟ فيها في فيل. 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 قول ورايا. فيها ايه؟ بوم. في فيل. فيل. لا ما فيهاش فيل. وما تثبت على حاجة. عايز فيها ايه ومون؟ العلبة دي فيها خاتم. ها؟ خاتم الشبكة بتاع امان. تبعد عن امان خالص. نوعي فاهم؟ ما تقرب لهاش. لإما خلي الفيل اللي في العلبة يتلف حوالين رقبتك بزلومته كده. اهو كده. اهو كش بوم كش بوم كش بوم. اي 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 اي. العلبة دي فيها ايه؟ فيها فيل. اي فيل. فيها ايه؟ خاتم. اي حسك عينك اترازل على اهل حتتك. حاضر سماح، انا كنت بقصر معاهم. تروح لام عمال وتقول لها تحرم عليا بنتك، لا ليا ولا ليها. جوزيها للي بتحبه وانا بعيد. قول كمان مره، العلبه دي فيها ايه؟ فيل. فيها خاتم. فيها. ارحمنا عصفور. جوهرات بعلبة ايه؟ العلبة دي كان فيها فيل. فين الفيل؟ فين الفيل؟ فين الفيل؟ طب انت طردت مراتك من الاستوديو، انا ذنبي ايه؟ ماينس، هقول لك على سر خطير جدا يا ماينس. ايه؟ انا مستقبلي ضاع يا ماينس. ها يا اولاد، لقيتوا الفيل؟ مش قلت لك الحتة دي فيها ديابة؟ الحقني يا استاذ فتحي. الحقك فين يا ماما؟ انت خلاص رحتي في البللم. ها هحضر التصوير ولا لا؟ لا يا نور، برضو مش هتصوري. لا يا نور. بيتك بيتك يخرب بيتك.
لسه حاجة بس ايه مش اي حاجة، والمثل بيقول يا صاحبي كل حاجة وليها حاجة، يعني برضه حاجة حاجة تاكلي اكل ايه، لا دي حاجة مهمة جدا زي صوت الدكمة يدا في ليالي الف ليلة الف صوت نقدا وعدا، فصينا وفهمينا عايزة ايه عايزة ايه. عايزة أوري الدنيا فني، عايزة أفرح عايزة أغني، عايزة أوري الدنيا فني، عايزة فرقة كبيرة فرقة مهولة فرقة يكون عددها ألف إنسي وألف جني، طب نأكبر إنه أكبر وإنتاني فيه، اغتنيت بأغتنيت يعني راح الخير لبيته، واللي من كام جمعة بعته بكرة تلغوني اشتريت، وافهم يا محمود اللي شغلوني عنيك الصوت، اصل دي فزوره وليها حدود، ما تقولش غير الفيلم وبس يا ابو حنفي، ما تقولش غير الفيلم.